باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة نتكلم في موضوع صغير قوي اسمه السلوك كأولاد النور. والنهاردة نتذكر وعيد القديسة أو الصديقة حنة أم صموئيل النبي، عيد ناحيتها النهاردة بابا. في مثل هذا اليوم تنيحت الصديقة النبية حنة أم صموئيل النبي. هذه البارة كانت من سبط لاوي، وتزوج بها القانا ابن يروحام، وكانت له زوجة أخرى اسمها فننة. لم يكن لحنة ولد، لأنها كانت عاقرة، وكانت فننة تعيرها في كل وقت بعدم النسل. فبكت حنة ولم تأكل، فعزاها القانا رجلها قائلا: لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين؟ لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ فلم تقبل منه عزاء، وصعدت إلى بيت الرب. وكان ذلك في أيام عالي الكاهن، فصلت وبكت أمام الرب ونظرت نذرا وقالت: إن رزقت ولدا جعلته نذرا للرب كل حياته. وكان عالي يبصرها وهي ساكتة، لأنها كانت تصلي بقلبها، فظنها سكرة، فأنكر عليها ذلك وأنتهرها، فأعلمته أنها لم تشرب خمرا ولا مسكرا، بل هي حزينة القلب. فقال لها: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤالك. فآمنت بقوله وانصرفت إلى منزلها، ثم حملت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل، الذي تفسيره سؤال الله، لأنها قالت: إني من الرب سألته. ولما فطمته أصعدته إلى بيت الرب، نظرت وقدمته إلى عالي الكاهن وأعلمته قائلة: أنا المرأة التي وقفت لديك تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت، وقد استجاب الرب لطلبتي وأعطاني سؤل قلبي، وقد قدمته للرب ليكون خادما له في بيته جميع ايام حياتي. ثم سبحت الله التسبيحه المنسوبه اليها، وعاشت بعد ذلك مرضيه لله وتنيحت بسلام. صلاته تكون معنا جميعا، وربنا المجد الدائم ابديا امين. طبعا حنه ام صموئيل النبي دي من امهات يعني المشهورين جدا في او مشهورات جدا في الكتاب المقدس. يكفي انها جابت واحد من اعظم أنبياء العهد القديم، صموئيل ماسح الملوك، مسح شاول الملك ومسح داوود الملك، أعظم ملوك إسرائيل. بركة صلواته تكون معنا جميعا آمين. فالبولس بتاع النهاردة بيتكلم عن النور، وإزاي إحنا مختلفين عن العالم المظلم اللي حوالينا. ودي طبعا المثل بتاعنا الجميل جدا هو حنة أم صموئيل النبي، اللي هي سلكت سلوك فعلا يدل ان هي او بنت للنور. لما كانت لها مشكله، لما جات لها ضيقه، لما جات لها احتياج، لم تسعى لعزاء الناس، بل سعت لعزاء من عند ربنا، وربنا اداها سوء لقلبها. فبولس يقول لك ايه من رساله بولس الرسول الى اهل افسس: بركات مقدسه فلتكن معنا جميعا امين. اسلكوا كاولاد نور، لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة لغير مثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح. ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا ككهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. لأجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بالمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. نعمة الله الآب فلتكن معنا، معكم ومعي يا أبائي وأخواتي آمين. أول حاجة تميز أولاد النور، إحنا كلنا عايزين نكون أولاد النور، لأن إحنا لو سلكنا هنا كأولاد نور هنكمل في النور. لكن الإنسان اللي بيسلك في الظلمة ويكون ابن أو بابنة للظلمة هيكمل في الظلمة في الحياة الأخرى، الحياة الأبدية تبقى حياة أبدية مظلمة. فإحنا عايزين كلنا نروح للحياة الأبدية المنيرة المنورة اللي فيها الفرح والراحة
والبهجة والسرور، وأن أعيش للأبد في النور، أن أكون جنب النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. فإحنا عايزين نكون أولاد نور. أول حاجة تميز أولاد النور قالهم لنا بولس الرسول 6 نقط بساط كده هناخدهم، وكل واحد فينا يختبر نفسه هل هو ابن للنور ولا لا، وإيه المفروض يتصلح فيه. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. إيه أول حاجة بقى؟ مختبرين ما هو مرضي عند الرب. يبقى أول حاجة تميز الإنسان اللي هو ابن للنور أو ابنة للنور، إن هو يختبر في كل وقت وكل يوم ما هو مرضي للرب. هل أنا اللي بعمله ده مرضي للرب أو مرضي عند الرب، ولا مرضي عند الناس أو مرضي عند نفسي، أو يمكن للأسف يكون مرضي عند الشيطان. ف يحترس الإنسان جدا ويختبر. يختبر يعني إيه؟ يعني واحد يدقق جدا، يفحص نفسه، يفحص الفعل اللي بيعمله، يفحص الفكر اللي بيفكر فيه، يفحص المشاعر اللي بيشعر بيها، يفحص كل حاجة ما هو مرضي عند الرب. وطبعا الآية الجميلة احنا كلنا حافظينها، ويا ريت نطبقها كلنا، ويا ريت يكون السؤال ده بنقوله لنفسنا طول اليوم: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يعني عايزني أعمل إيه؟ في موقف قدامي، سيتويشن قدامي، أعمل فيه إيه؟ في قرار هتخذه، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا رب في خدمة هدخل فيها، ماذا تريد أن أفعل؟ ممكن طرق تبدو للإنسان مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ لكن في واحد زي هارون الكاهن الكبير قوي قوي اللي ربنا اختصه دون أي حد تاني عشان يكون كاهن الله العلي، ويكون مع موسى النبي ليه دور كبير جدا في يعني الخروج من أرض مصر، والمهمة والوظيفة اللي اداها له ربنا إن هو يقيم يعني العبادة بتاعت ربنا في برية سيناء. فهارون الكاهن دون رغم كل اللي ربنا اداهوله وقع في حتة إرضاء أي حد تاني غير ربنا. ولما ضغطوا عليه بني إسرائيل وقالوا موسى دون هذا الرجل اللي طلع الجبل لا ندري ماذا أصابه، وإحنا مش عارفين موسى النبي ده طلع فوق الجبل وقعد 40 يوم ولسه ما نزلش لحد دلوقتي، يعني قعد مدة طويلة جدا ولسه ما نزلش، أكيد بقى حصل له حاجة. اعمل لنا تمثال واعمل لنا آلهة ونعبدها زي الأمم التانية، ونقول هي دي الآلهة أو هو هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فللأسف هارون الكاهن يعني ما عملش ما يرضي ربنا، عمل ما يرضي الناس وعمل العجل. والناس دول طبعا العبادة بتاعتهم بعبادة الأوثان دي كان فيها أفعال غير لائقة وحاجات مش كويسة، وكان فيها أعمال ظلمة كتيرة. هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. العالم اللي حوالينا دول مليان ظلمة، وفي ناس كتيرة جدا من براء، وفي الشغل عندك وانت عندك في الشغل أو في أي مجتمع بتروحيه أو بتروحه أنت، هتلاقي في ناس بتدعو للظلمة وممكن تأثر عليك وعليا، عايزينك تعمل اللي هما بيعملوه. احنا نشوف احنا هل اللي بنعمله دول هل هو مرضي عند الرب ولا لا. إن كنت بعد أرضي الناس لست عبدا للمسيح. يبقى أول حاجة أختبر نفسي فيها ما هو مرضي عند الرب، عشان ما تكونش أعمالي فيها ظلمة. لكن لو هعمل أعمال الظلمة دي يبقى أنا مش برضي ربنا. الحاجة التانية إن إحنا نوبخ أعمال الظلمة. فبيقول إيه؟ لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري يوبخوها. يعني مش بس يكفي إنك أنت ما تشتركش في أعمال الظلمة، لكن أيضا إيه؟ عندنا أوردر كلنا إن إحنا نوبخ أعمال الظلمة. لأن الأمور الحادثة منهم سرا يكرهها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، أن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح.
توبيخ أعمال الظلمة دي مهمة، مهمة أولاد النور. إحنا هنا في العالم عشان نكون نور للعالم، أنتم نور العالم، والنور ده بيكشف الظلمة اللي حواليه. لكن إذا كنت أنا وأنت وأنت يعني وجودنا زي قلتنا، يبقى إحنا مش أولاد نور، يبقى أنت مطفي أو أنا مطفي، يبقى إحنا ما فيش أي قيمة لينا أو أي رسالة لينا. لكن إيه الرسالة اللي ربنا إداها لنا النهاردة؟ توبيخ أعمال الظلمة. خلي بالك بقى، توبيخ أعمال الظلمة وليس توبيخ من يعمل الظلم. في فرق بين التوبيخ وبين الإدانة. الإدانة الإنسان، إيه الفرق بين واحد يوبخ وواحد يدين؟ اللي بيوبخ دون بيوبخ من منطلق محبته للإنسان اللي قدامه، مش عاوز يهلك، وبيوبخ العمل المظلم اللي بيعمله علشان الإنسان دون لو استمر فيه ممكن يموت، ممكن يهلك، وبالأكيد بالتأكيد هيهلك. فمن محبتك ومحبتك للناس اللي حواليك لازم توبخ أعمال الظلم، زي بالظبط ما عمل يوحنا المعمدان القديس العظيم. يوحنا المعمدان وبخ مين؟ وبخ هيرودس الملك. هل هو كان بيكره هيرودس؟ بالتأكيد ما كانش بيكره هيرودس، لأن ربنا ما بيسمحش إن حد يكره، يعني واحد قديس عظيم ربنا قال عليه أعظم مواليد النساء. مش بقول هيقول كده على واحد بيكره الآخرين، لكن يوحنا المعمدان من محبته لهيرودس الملك كان يوبخه، يقول له إيه؟ لا يحل لك، لا يحل أن تكون لك امرأة أخي. وكان يوبخ الكتب والفريسيون، يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تهربوا من الدينونة الآتية. وكان قاسي جدا في كلامه مع الناس من محبته ليهم عشان ما يهلكوش. لكن لو سابهم كده هو يبقى هو إنسان مش فعلا ابن النور. ابن النور يوبخ أعمال الظلم. فأنت وأنا وأنت كلنا علينا دور في هذه الحياة إن إحنا نقول رأينا. لو في حاجة قدامك غلط بتحصل، تقول رأيك بكل محبة وكل تواضع وكل يعني وداعة، وتقول رأيك ببساطة كده وبوضوح تام من غير إدانة للآخرين. لكن لو لقيت إن في قلبك وفي قلبك أي نوع من الكراهية للإنسان اللي إنت هتوبخه، يبقى ما توبخوش، لأن التوبيخ ده يعتبر إدانة. لو أنت واحد يفحص نفسه قبل ما يوبخ، هل أنا بأدين؟ هل أنا بوبخ الإنسان ده بحبه ولا مش بحبه؟ بحبه يبقى أوبخه من منطلق الحب، لكن لو مش بحبه يبقى احذر إنك أنت تقع بقى في الإدانة، وتفتكر نفسك إنك أنت أحسن منه، وتفتكر إن هو لا شيء، وإن هو يعني في نظرك قليل جدا ومحتقر جدا، وبتبص له من فوق، يعني انك انت في مكان عالي وهو تحت. ده ادانه، ودي كبرياء، ودي حاجه ما بيش ربنا. لكن لازم الواحد يعني يفرق بين التوبيخ وبين الادانه. لا تشتركوا في اعمال الظلمه بغير مثمره، بل بالحريه ايه وبقوه. ثالث حاجه، السلوك بالتدقيق. ابن النور وابنه النور يدقق جدا جدا في كل حاجه، وبالأحرى أو بالأخص جدا وقته، الوقت بتاعه بيقضيه إزاي. يقول لك انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. ربنا قالك انظروا، يعني إيه؟ حاسب جدا جدا، وفتح عينك قوي قوي. أنت بتسلك بالتدقيق ولا مش بتسلك، ولا بتسلك باستهتار أو بعدم مبالاة، أو يعني كل حاجة ماشية، كل حاجة أوكي، وأنا أحسن من غيري، وابص لنفسي كده هو اقول طيب ما انا هم بيعملوا وانا الحمد لله ما بعملش، يبقى انا كويس كده هو، يبقى ده انسان غير مدقق. طب كل الناس ممكن دول تكون هيروحوا الجحيم، هل انا عايز اروح الجحيم معاهم؟ فالواحد يدقق. زي بالظبط العذارى الجاهلات. ايه الفرق بين الجهل والحكمه؟ يقول لك لا اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان ايام شريره. العذارى الجاهلات قال لك احنا معانا زيت حلو قوي، طب انتوا شفتوا الزيت ده ومقداره قد ايه؟ وهل هيكفي بقيه المده ولا ممكن يطفي في الوسط؟ احنا خلاص معانا زيت، معانا زيت خلاص، مش هندقق، كلنا معانا زيت وكلنا معانا زيت. لكن الحكيمات كان معاهم زيت اضافي في الانايه بتاعتهم،
يعني مش بس المصابيح معاهم فيها زيت، لكن عاملين حسابهم في زيت في الآنية بتاعتهم، عشان لو خلص الزيت يبقى يحطوا من الزيت اللي في الآنية. فده الإنسان الحكيم، الإنسان المدقق، الإنسان اللي بيقول وقتي دي وقتي ده أنا أفتديه، يعني الوقت بتاعي ده ثمين جدا جدا. أنت بتفتدي حاجة ثمينة، يعني مثلا لو واحد بعد الشر يعني ابنه خطفوه، والخاطفين راحوا اتصلوا بيه قالوا له ايه ابنك معانا، ادفع فدية، افتدي ابنك. قال لك عايزين كام؟ عايزين كذا مليون كذا، يعمل اللي هو عاوز اللي يقدر عليه، يجيب من اي حتة بحيث ان هو يرجع ابنه تاني مفتدين، مفتدي ابنه، لان ابنه ده غالي جدا. فالوقت بتاعك ده والوقت بتاعي احنا بنعمل فيه ايه؟ هل بنحطه في الفيسبوك؟ هل بنحطه في السوشيال ميديا؟ هل بنحطه في التي في؟ هل بنحطه في اي كلام، اي نقاشات ملهاش اي لازمه او ما فيهاش اي فايده في الاخر؟ بتحط وقتك ازاي؟ الوقت ده ثمين جدا جدا. الوقت ده لو ضاع الانسان لا يمكن ان هو يعوضه. انت ممكن تعوض الفلوس بتاعتك، ممكن تعوض الوظيفه بتاعتك، ممكن تعوض السمعه بتاعتك، ممكن تعوض الصحه بتاعتك، لكن الوقت اللي بيمر عليك لا يعوض. قداسة بابا شنودة مرة قال لك إيه؟ قال لك ملايين الناس الذين في الجحيم الآن يتمنون ساعة واحدة من اللي أنت بتستمتع بيها على الأرض. إحنا دلوقتي بنصلي، إحنا الوقت ده مش وقت ضايع، وقت ثمين، وقت مدققين فيه، وقت الحساب الأبدية بتاعتنا. جميل جدا، أنت صليت من شوية صلاة نصف الليل، ودلوقتي بنقرأ الإنجيل، وبعد كده بنرتل، ده وقت يضاف لحسابك في الأبدية. فالإنسان الحكيم يسلك بالتدقيق كيف يقضي الوقت بتاعه. رب الجنود قال هكذا، قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم، يعني خلي قلبك وخلي الفكر بتاعك انت ماشي ازاي، انت ماشي بتدقيق ولا ماشي باستهتار وعدم مبالاة. دي تالت حاجة. رابع حاجة التطلع للمستقبل. أولاد النور عندهم مش بيبصوا تحت رجليهم، لكن بيبصوا للمستقبل. لك من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. إيه هي مشيئة الرب؟ يريد أن الجميع يخلص، جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عاوزنا كلنا ندخل السماء، فالسماء هي مشيئة ربنا، يعني السماء هي مشيئة ربنا بالنسبة لك. طب انا وانت فاهمين او حطينا في مخنا الفهم ده الموجود جوانا ان احنا عاوزين نروح السماء؟ وهل تصرفاتنا خلال اليوم موجهه لهذا الهدف ولا موجهه لاهداف تحت رجلنا؟ زي الراجل الغبي ده، الغني الغبي، قعد يفكر يقول لك ايه، اهدم مخازني وابني اعظم منها، واقول لنفسي كلي يا نفسي واشربي وافرحي لانها لك خيرات موضوعه على سنين كثيره. طب انت ربنا قال له ايه يا غبي؟ هذه يا غبي ليه بقى؟ يا غبي انك انت لسه انك انت بتبص تحت رجليك مش بتبص لقدام يا غبي. دي صفه للانسان ممكن تتقال عليا انا، لما يجي عليا يوم ما اكونش بفكر في الحياه الابديه بتاعتي وفي المستقبل بتاعي، وافكر في الحاجه اللي تحت الارض، تحتيه على الارض، تحتيه تحت رجلي. هذه الليله تطلب نفسك منك هذه التي أعددتها لمن تكون، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يبقى رابع حاجة التطلع إيه للمستقبل. خامس حاجة الفرح الروحي. أولاد ربنا عندهم فرح مختلف عن فرح أهل العالم أو 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 أهل الظلمة أو أولاد الظلمة. الظلمة الناس اللي في الظلام، اللي في العالم، اللي معظمهم حوالينا، وطبعا مطلوب مننا ان احنا نوبخ اعمال الظلمه دي علشان ننقذهم زي ما قلنا قبل كده. الناس دول عندهم فرح المفروض يكون مختلف عن الفرح بتاعنا احنا. We dare to be different، يعني احنا لازم عشان نكون اولاد نور لازم نكون مختلفين. لو انت زيك زي اللي حواليك يبقى اخاف على نفسك، يبقى انت اعرف كده هو ان في حاجه عايزه تتظبط. اهل العالم بيعملوا ايه؟ يسكروا بالخمر. بيقول لهم ايه؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه، بل امتلئوا بالروح.
مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. في ناس طبعا الخمر في العهد دون كان هو وسيلة الترفيه، يعني ناس عايزة تترفه عن نفسها وتفرح وتنبسط، يعملوا بقى حفلة خمر ويشربوا خمر وبعد كده ممكن يسكروا ويبقى يهيصوا الكلام ده كله. طب هل الكلام ده انتهى؟ للأسف موجود لحد النهاردة. الناس بتلاقي إن إحنا عاوزين نفرح، طب نعمل إيه؟ اشرب كاس خمر، اشرب كاس مش عارف إيه. فده طريقة أهل العالم للفرح، هو ده الفرح بتاع العالم اللي حوالينا. لكن إحنا عندنا طريقة أخرى إن إحنا نفرح بيها، عشان نفرح هنا على الأرض ونفرح في السماء. ممكن واحد يفرح على الأرض فرح مؤقت لكن ما يفرحش في السماء، لكن الإنسان اللي يفرح هنا فرح لا ينطق به ومجيد هيكمل فيه بيبقى فرح أكبر جدا. لا يعني ما حدش يقدر يستوعبه لما يطلع السماء. إيه هو الفرح بتاعنا؟ إن هو إن إحنا نمتلئ بالروح. الروح هو فرح من روح القدس اللي جوانا، هو مصدر الفرح، لأن طبعا من ثماره فرح، محبة، فرح، سلام. فالإنسان اللي يمتلئ بالروح يمتلئ أيضا بالفرح. طب إزاي يمتلئ بالروح؟ قال لك إيه بقى؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم من الرب. لما الإنسان يكون عنده حياة الصلاة المشتركة مع الناس اللي حواليه في البيت، مع الناس اللي هو بيحبهم، يبقى فيه قعدات صلاة زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنصلي مع بعض، ربنا بيعطي فرح في قلب كل واحد فينا. ليه؟ احنا انا بستفاد وانتم بتستفادوا ان احنا كلنا مع بعض بنرتل، بنكلم بعض بمزامير، كل واحد بيقول مزمور، بنصلي مع بعض، بنسبح، بنقول تراتيل، ونقول اغاني روحية. يبقى الانسان اللي فينا بيعمل كده هو يمتلئ قلبه بالفرح الحقيقي، مش الفرح المزيف. الفرح المزيف ده ممكن يكون وغالبا بيكون اخره مصايب. يعني الانسان اللي بيدخل في الفرح بالخمر والكلام ده كله، طبعا زي ما انتم عارفين الامثله كتيره جدا في الكتاب المقدس للناس اللي هم دخلوا في موضوع الخمر ده انتهى بيهم الامر لمآسي، مآسي كبيره جدا. لوط خدروه او شربوه خمره وخلى بنتينه يحبلوا منه. نوح سكر بالخمرة اتعرى وجت نتيجة التعري ده ان هو ابنه وحفيده شافوه، والنتيجة كانت اللعنة اللي جت على كنعان حفيد نوح. وشمشون الجبار اللي هو سكرته دليلة وبعدين فقد القوة بتاعته واتبهدل اخر بهدل. فده الفرح اللي كانوا مختبرينه الناس الأوائل في الكنيسة اللي هم أول ناس أنوا بالمسيحية. يقول لك كان كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. هو ده الفرح، هو ده الفرح اللي احنا كلنا محتاجين نختبره. آخر حاجة الشكر الدائم. أولاد ربنا عارفين ان ربنا معاهم، وعارفين ان النور الذي لا يدنى منه معاهم، هم اولاده، اولاد النور. النور دون لا يمكن اي حاجه يعني تتغلب عليه. دخل كده نور في اوضه مظلمه، الظلمه تنقشع والنور هو اللي ايه اللي يثبت. عشان كده ده يولد حياه الشكر دايما في قلوبنا، لان ربنا موجود وربنا بياخد باله مننا، وربنا بينور قدامنا الطريق، وربنا بيرشدنا في القرارات بتاعتنا بالنور بتاعه. شاكرين كل حين على كل شيء، يعني كل حين دي تغطي كل لحظة في لحظات حياتنا، كل لحظة طول اليوم بتاعك، سواء اليوم جه زي ما انت عايز او جه مش زي ما انت عايز، تشكر ربنا ان كله للخير، كل الاشياء تعمل معا للخير. وحتى لو انت مش فاهم دلوقتي هتفهم بعدين. شاكرين كل حين على كل شيء، على اي حاجه بتحصل معاك. فشاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، ان هو ده هو ده وسيله الفرح بتاعتنا، وهو ده النور بتاعنا. لله والاب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. يعني ايه خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله؟ يعني كل حاجه هتقبلها،
مش هتقعد بقى تدقق على الحاجات اللي هي الأرضية، وتزعل مع الناس على حاجات ملهاش لازمة، ويعني تثبت رأيك على حاجات فانية. هتقول ماشي كله يمر كله عادي، بس يكون في خوف ربنا، يعني تخضع ولكن يكون في خوف ربنا. ربنا الأول زي ما قلنا في الأول خالص، ترضي ربنا أولا، وتعرف إن ربنا هيدبر كل الأمور حسب إرادته الصالحة من أجلك. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ كل حاجة ربنا هيديها لنا وبوفرة لأن إحنا أولاده، وربنا عمره ما يتخلى عن أولاده. ربنا يعطينا نحن نكون أول كلنا أولاد نور، لنسلك في النور هنا على الأرض، ونعيش ونسكن في النور الذي لا يدنى منه في الحياة الأبدية. ربنا المجد الدائم أبديا، آمين. شكرا يا ابونا، تعيش وتصلي. نصلي مع بعض مديح للقديس العظيم الأنبا بولا الطموحي بالذكر نياحته بكرة إن شاء الله. في صعيد بلادي طموح وأنصانا بالتالي عاش قدس طوباوي أنبا بولا الطموحي، نشأ مسيحية وبلغ قامة روحية وحب البتولية أنبا بولا الطموحي. فضل عشة البرية، تصدى لحروب شهوانية، وجه بعزيمة قوية أنبا بولا الطموحي. بحكمة عليا سماوية لا تخطر على بال بشرية، ناظرا للأبدية أنبا بولا الطموحي. يقضي ليالي طوال في مياه النيل الغيزر، ثم بسرعة وبكل وقار أنبا بولا طموحي. يعود يخفي جهاده ويقهر شهوته بقوة يسوع إله أنبا بولا طموحي. بنى مغارة على الجبل ليصلي فيها بلا ملل، ويقرأ إنجيله برجاء وأمل أنبا بولا الطموحي. ويطوي الأسابيع والشهور في صوم ونسك نقي، ويلهج في كلام المزمور أنبا بولا الطموحي. طوبك يا أنبا بولا طوبك يا رب المجد يسوع قواك، وظهر لك عدة مرات أنبا بولا طموحي. راعي الأغنام حسقيال أتاك كما أرشده الملك ميخائيل، ففرح برؤيك وحيك أنبا بولا طموحي. فصرت له منارة قوية، جذبت نفس نقية ليحيا معك في البرية أنبا بولا طموحي. ولكثرة صلوات والهزيز اخترت لك تلميذ، والبست الزي النفيس أنبا بولا طموحي. فكان لك خير رفيق لذاك تبصيرتك بتدقيق، وعن علاقتك بأعز صديق أنبا بولا طموحي. البار أنبا بشوي الكبير وأيضا يؤنس قصير، وغيرهم رهبان كتير أنبا بولا طموحي. وعن الوعد الأكيد الذي أخذته من فم الحبيب، إن جسدك لن يبقى وحيد أنبا بولا طموحي. بل جعلك صديق حميم، لن تفترق حتى الناعم أنبا بشوي ابن الحبيب أنبا بولا طموحي. طوباكم يا أباء أبرار، يا كواكب مملوءة أنوار، حياتكم كلها أسرار أنبا بولا طموحي.
اذكرونا في الفردوس عند ملكنا بخريستوس لنفوز بوعد إيسوس أنبا بولا الطموي تفسير اسمكم في أفواه كل المؤمنين كل يقولون يا إلى القديس أنبا بولا والأنبا بشوي لدعنا أجمعين أمين الليلويا دوك سابت ريكي يوكي أجيب نيف موتي كيني كاين كاستوسيون استونيون نامين تنوشي فولين غوين موشي أوبن شوي سيسوس بخريستوس سموني موهم فيارو سموني سيتي نم نسيم سموني عيرين تاد في ماري بك ضاين بتكيريني وين سبتم بيك لا وصوت يمونو ونينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ارويس اسمو ارويس تيمي تانيا كوني ايبغون باسمو يا خريستوس في النوتيم امين السشوبي وما يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك كل المجد والبركه والعزه للابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير سيحصل ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم آمين. ربنا يكون معكم ويحفظكم دايما. أسبوع على خير نعم فعلا أنت من أهله إن شاء الله. التلات الجاي تعيش إن شاء الله. وتعلمنا يا أبونا. شكرا يا أبونا. شكرا يا أبونا. ربنا معك. شكرا تعيش وتعلمنا يا أبونا. تعيش ربنا معك. يرفعك في الدقيقة يرسل تعزيات هو حسنه في سلام الله احتباك يذكرك تسنن في عينه التقديمات يستجيب الرب يسمع من علاك يرفعك في الدقيقة يرسل تعزيات حسنه في سلام الله ابتدات يذكرك تسنن في عينه التقديمات يستجيب الرب يسمع من عوناه يستجيب الرب لك يوم شدتك يسمع عجائب جديشك قادر يستجيب